اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من كل مكان، متابعي قناه اخباريه وبرنامج ساعه في الاقتصاد. اليوم طبعا عندنا ثلاث مواضيع يعني مزدحمه، ولكن نبداها بالاوامر الملكيه. جاءت الاوامر الملكيه ليله البارحه للتركيز على الاصلاح الهيكلي للحكومه وتعزيز قدراتها بافضل الكفاءات القادره على تحقيق رؤيه القياده السعوديه، وذلك في قطاع النفط والطاقه ورياده المملكه لها اقليميا ودوليا، بالإضافة إلى التحولات الكبيرة المتزامنة التي تشهدها هذه الصناعة محليا. فالأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد يتمتع بخبرة تمتد لثلاثة عقود، وهو ابن الصناعة النفطية السعودية، وستنطلق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة للقيام بدورها المأمول لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وكون الصناعة السعودية ركيزة هامة ورئيسية في رؤية 2030. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني بأن ينضم إلينا عبر الهاتف ضيفنا الدائم والمميز عبد العزيز المقبل المختص بشؤون النفط. أهلا ومرحبا بك سيد عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك أستاذ نايف والسيدات والسادة مشاهدين الأخبارية. بداية حدثنا عن الأوامر الملكية التي صدرت البارح، والتي يعني كانت معظمها عن تغييرات تخص صناعة النفط بالمملكة، حيث أتى تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير للطاقة منها. أولا أجمل التهاني وأطيب الأمنيات لسمو وزير الطاقة على هذا المنصب الجديد، والذي ليس بغريب عليه سمو الأمير، ونبارك له ونقدر كفاءته العالية والخبرة العريضة التي يحملها سموه إلى هذا المركز. طبعا نحن في وقت حساس من صناعة الطاقة، وإن كان هذا القرار كما ذكرت أستاذ نايف يؤثر محليا، إلا أن أنظار العالم كلها تتوجه إلى المملكة ومن يقود هذه الدفة. نعم. لن يقودها شخص أكثر كفاءة وخبرة أكثر من سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان لأسباب متعددة، وأنا لا أقيس هنا على 30 سنة كقيمة زمنية، ولكن سمو الأمير مر مع صناعة النفط بأزمات متعددة خرجت منها المملكة بدور ريادي وقيادي عالميا اقتصاديا ونفطيا، ومن هنا هذه الخبرة من الصعب أن تجدها في شخص غير سمو الأمير عبد العزيز. نبارك له ونتطلع إلى مستقبل مشرق بإذن الله. نعم سيد عبد العزيز، هل نحن أمام مرحلة جديدة في النفط ومستقبل هذا النفط؟ بدون أدنى شك أن الصناعة النفطية والصناعة التحويلية المرتبطة بالنفط، سواء كانت البتروكيماويات أو الكيميائيات وكل ما يرتبط به، يمر بمرحلة دقيقة جدا، ليس فقط من ناحية الصناعة، ولكن حتى من الناحية التجارية وتكوين الأسواق والامتداد في الأسواق والإمداد. كثيرا ما تحدثنا عن خرائط الإمداد، كثيرا ما تحدثنا في البرنامج عن كيف هي المتغيرات الديناميكية في صناعة النفط والصناعات التحويلية المرتبطة، البتروكيماويات والكيميائيات وكل ما يرتبط بالصناعة النفطية. نعم شكرا لك سيد عبد العزيز المقبل المختص في شؤون النفط. وأيضا يسرنا استضافة الأستاذ فضل أبو العينين المحلل الاقتصادي المعروف. أهلا ومرحبا بك أستاذ فضل. أستاذ فضل تسمعني؟ ربما الهاتف انقطع. كما تعلمون تم يعني تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير للطاقة، يعني وهنالك يبدو لي هنالك مرحلة جديدة لوزارة الطاقة، هنالك أيضا اهتمام كبير بالنفط ومستقبل النفط. كما تعلمون المملكة العربية السعودية هي رائدة النفط عالميا وتمتلك ربع احتياطي العالم. هذه الطاقة التي تعتبر هي يعني الصناعة أو يعني المصدر الأول للصناعة في العالم، لابد أن يكون لها استراتيجيات جديدة، لها مستقبل جديد، لها يعني تفعيل بشكل مختلف عن ما تعودنا عليه. شكرا للمهندس خالد الفالح على ما قدم لهذه الوزارة. الأمير عبد العزيز هو يعني ابن البار لهذه الوزارة منذ عقود، ويعني كان في عدة مناصب، كان وكيل الوزارة ونائب الوزير
وكان مسؤول عن الملف النفط عالميا، وكان فسجله حافل بشكل كبير يعني الأمير عبد العزيز بن سلمان للنفط، وأيضا معرفة الكواليس الخاصة بالنفط عالميا وكيف الاستفادة من يعني هذه الصناعة. طيب يسرني أيضا استضافة الدكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية برأيك ما المستقبل الذي ينتظر صناعة الطاقة وصناعة والتعدين بعد فصل الوزارة إلى وزارتين؟ أولا أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بمناسبة هذه التعيينات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وأيضا خدمة المواطن. بالتأكيد تخصيص الوزارات أمر مهم خاصة في ظل رؤية 2030. التخصص معنى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية. السعودية لم تعد بلد للنفط فقط، بل أصبحت بلد للطاقة، وستصبح بلد الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. وبإنشاء هذه الوزارة وتغيير اسمها إلى فقط الطاقة، هذا مهم. التخصص هو غاية في الأهمية، حيث أن هذا سوف يدفع الوزارة إلى التركيز على الطاقة بجميع أنواعها. وأنا سعيد جدا بتعيين الأمير صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير لوزارة الطاقة. هذا الرجل الشخصية التي ترعرعت في نطاق الطاقة والنفط ومارس وشارك في اجتماعات الأوبك، وهو يدرك خبايا أسعار أو أسواق النفط وما ينتج منها وتأثيرها على أسعار ومستقبل أسعار النفط. كنت يوما عضو في كفاءة الطاقة، وكان الرئيسنا هو الأمير عبد العزيز، وكان يوجهنا وكان يناقش معنا مواضيع تهم الطاقة ورفع كفاءتها. والحمد لله أنه أصبح وزيرا، لأن هذا الرجل سوف يدعم الاستراتيجية البترولية للمملكة. الاستراتيجية معروفة، وهي أن تحافظ على توازن أسواق النفط في الأسواق العالمية، ولكن الاحترافية والإبداع يأتي في الآليات. كيف نطور الآليات التي توصلنا إلى أفضل النتائج وتحقيق هذه الإبداع؟ واضح دكتور فهد. دكتور فهد، سؤالا الأخير وبإيجاز لو تكرمت، الخطوات النهائية لطرح العام لشركة أرامكو طبعا اقترب، وذلك أيضا بعد تعيين ياسر ميان لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، يعني لو تحدثنا عن هذه النقطة واستعداد الأسواق للطرح وتوقيته أيضا. نعم، تعيين الأستاذ ياسر ميان في غاية الأهمية. هذا التعيين سوف يؤدي إلى الإسراع من طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، والوقت الآن مناسب، ومن المتوقع إن شاء الله أن تتحسن أسعار النفط. هذا الاكتتاب إذا لاحظنا جميع البورصات العالمية ترحب بهذا الاكتتاب وتحاول جذبه إلى بورصاتها، وهذا دليل واضح على أن شركة أرامكو هي شركة رائدة في هذا المجال، وأصولها ذات قيمة عالية، وهي تعتمد على على نفط واحتياطات عالية. نعم. جدا واضح دكتور فهد في العالم للنفط، ولذا نرى أن الجاذبية. نعم. والوقت مناسب جدا لطرح هذه الشركة، وكلما كان الطرح سريعا كلما كان أفضل لشركة أرامكو، وسوف يكون إن شاء الله الإقبال على هذه الأسهم أكثر مما يتوقعه الكثير. شكرا لك دكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.